جمهورك دلوقتي لسان حاله بيقول يا مولانا احنا مشتاقين نسمع عاوزين نعيش مولانا انا عاوزك تعيشنا كده بنغماتك الجميله ويعني بابداعاتك وبالتصوير النغمي في سوره القدر فنقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله. انا انزلناه في ليله القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> إنا أنزلناه في ليلة القدر وما <سؤال> انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا مولانا ما, ما شاء الله جميل جميل انا حضرتك ابتدات إن أنزلناه في ليلة القدر يعني إن أنزلناه في ليلة القدر أنا حسيت في المحاورة القرآنية بنغمه البيات اللي حضرتك بدات بيها ديت وبعد كده انتقلت بالصبا وبعد كده سرقت الصرخه الجميله بتاع سيدنا الشيخ الشحات ربنا يرحمه رحمه ورحمة واسعه أوه. ووقفت فيها وقفه آه الرست انا بقول ليه الكلام ده بشرح ليه لان التصوير النغم يا اخوانا ده امر محبب الى القلوب يستطيع أوكي. الانسان من خلاله من خلال هذا التصوير ان يعيش مولانا ابتدأ القراءة بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهنا أقف مع قول الحق سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما الذي أنزل في ليلة القدر؟ القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وخلي بالك إن ربنا لم يقل إني أنزلته. وإنما قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى في اي امر من امور العباده يقول انني انا الله في آه سوره طه آه انني انا الله لا اله الا انا, أنا فاعبدني واقم الصلاه لذكري انما في الامور التي يعني يتنزل فيها الامر العظيم وصاحب الشان العظيم وامر لا يمكن لحد ان يتحمله فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليله القدر انا نحن نزلنا اليك الذكر وانا له لحافظون صح تمام طيب مولانا عاوز أقول حاجه الحاجة بطريق. يعني ايه إنا أنزلناه في ليلة القدر أنا عاوز أسمعها بمقام النهونت الأية الجميلة دي أعوز <applause> إنا أنزلنا الله وما أدراك ما ليلة القدر الله 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 يعني المقام إن ده مولانا بيعبر عن ايه بيعبر عن إيه المقام ده مم. الفرح الفرح صح آه. طبعا الفرح انت هتحس ايه لما انت تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر الفرح والسرور الفرح والسرور والسرور احكي لنا مولانا عن موقف حصل معاك في ليله القدر كده وانت بتقراها في يوم الناس قالت ايه <applause> كنا في في مدينه في تركيا اه في مدينه في تركيا في ليله القدر وقرات واذا بشخص ساب ترك المقعد وجالي يبكي ويبوس على رأسي وأكررها لدرجة أنني كررتها يعني 12 مرة ما شاء الله ما شاء الله 12 مرة من حلاوة وعزوبة الصوت الحمد لله ومن التصوير اه الله يفتح عليك يا الله يكرمك يا الله يخليك طيب يعني ايه ان انزلناه في ليله القدر ربنا سبحانه وتعالى ايها الساده يبين لنا ان هذه الليله ذات قدر ذات شأن عظيم وذكر ربنا عبر إن أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة القدر ما قالش في يوم إنما لك في ليلة أي في جزء وقال لك القدر يعني إيه القدر القدر الأمر العظيم الشأن وربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم بعد ذلك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين وحي السماوات جبريل يبقى إن أنزلناه في ليلة, في ليلة القدر وما أدراك كلمة أدراك فضيلة مولانا يعني إحنا شفناها من وسمعناها من مولانا عبر هنا بمقام الرست قال لك وما أدراك كلمة أدراك تأتي للتخويف والزجر وأحيانا تأتي للانتباه للفت الانتباه للمكانة والعظمة والتفخيم زي إيه بقى وما أدراك ما يوم الدين, الدين. ثم ما ادراك ما يوم الدين ما يوم الدين ده تخويف ربنا بقى خلي بالك ده يوم عظيم تمام. يوم موقف كبير انما هنا يقول لك وما ادراك ما ايه لعظمه ل... لم... ليله القدر الله يفتح عليك لمكانة ولفخام ليله القدر فربنا سبحانه وتعالى عبر لك وما ادراك بيلفت لانتباه الانسان والمستمع ولذلك حضرتك يعني شدتنا بهذه يعني النغمه الجميله والتصوير الادائي فيها قلت وما ادراك حسيت واحد يقول لك لا خلي بالك مقام التنبيه ده قلت خلي بالك هنا ابدعت فيه فلم فلفت انتباه مين المشاهد